يعني ما فيش شك ان مشكله حرق قش الارز دي يعني هي موسميه، كل سنه تحدي كده، مش بس تحدي بيئي متعلق بالبيئه والاضرار اللي بتنبعث من حرق قش الارز، لكن كمان ليها بعد اقتصادي وابعاد كتيره مختلفه. مشكله بتسبب طبعا بالدرجه الاولى تلوث للهواء وتدهور جوده الحياه. صحيح، ومن ناحية تانية كمان في جهود قوية مبذولة خلال الكام سنة الأخيرة بتشتغل على فكرة تحويل الأزمة دي لفرصة استثمارية علشان توفر دخل إضافي للمزارعين. لطالما شكلت مشكلة حرق قش الأرز تحدياً بيئياً واقتصادياً كبيراً في مصر، حيث تتسبب في تلوث الهواء وتدهور جودة الحياة، فضلاً عن إهدار ثروة زراعية هائلة. ومع ذلك، فإن الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة من قبل وزارة البيئة بدأت تؤتي ثمارها، وتم تحويل هذه الأزمة إلى فرصة للاستثمار وتوفير دخل إضافي للمزارعين. وقد أظهرت البيانات التي تم جمعها على مدار السنوات الست الماضية أن هناك 19 قرية موزعة على عدة محافظات تشهد أعلى معدلات لحرق قش الأرز. هذا التحليل الدقيق ساهم في توجيه الجهود نحو هذه المناطق الأكثر تضرراً، كما تم ضم محافظة أسيوط إلى هذه المنظومة لمواجهة مشكلة حرق حطب الذرة، مما يوسع نطاق الحلول المقترحة لتسهيل عملية إدارة المخلفات الزراعية والقضاء بالكامل على السحابة السوداء. وقد تم توفير معدات وسيارات صغيرة قادرة على الوصول إلى القرى النائية، كما تم توقيع بروتوكولات مع وزارة الزراعة لتأجير هذه المعدات، مما يقلل من التكاليف ويضمن استدامة المشروع. بالإضافة إلى ذلك، تم تكثيف عدد المشاركين من الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بأهمية الاستفادة من قش الأرز بدلاً من حرقه. ولتحقيق أقصى استفادة من هذه الجهود، تم تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة معنية، مما يضمن التنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف. كما تم إنشاء غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لرصد وتتبع حالة الجو وتأثيرات السحابة السوداء. وأثبتت هذه الجهود نجاحها، حيث انخفضت نسبة حرق المخلفات البلدية بشكل كبير على مستوى المحافظات، ويعود ذلك إلى عدة عوامل، منها السيطرة على المقالب العشوائية والحد من الاشتعال الذاتي. وتعتبر المخلفات الزراعية خاصة قش الأرز ثروة ضائعة يمكن استثمارها في العديد من الصناعات، فحوالي 40 إلى 45 مليون طن من هذه المخلفات يمكن تدويرها لإنتاج الأخشاب والوقود الحيوي والورق، كما أن إدراج المخلفات الإلكترونية في القانون الجديد يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال. تحويل أزمة قش الأرز إذن إلى فرصة اقتصادية هو أمر ممكن، بشرط التخطيط الجيد والتنفيذ الفعال من خلال تضافر الجهود الحكومية والخاصة، ويمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة وتحسين حياة المواطنين. مشاهدينا، طبعا يعني زي ما تابعنا في خلال التقرير اللي فات قد ايه احنا كنا بنتكلم على ان قش الرز ده كان ممكن نستفيد بيه جدا. صحيح. بدل ما احنا بنعمل تلوث في الهواء، ان انا بقدر استخدمه في الصناعات. صحيح. وكمان بقى المزارعين بيعملوا دلوقتي مشروعات صغيره ومتناهيه متوسطه ومتناهيه الصغر، والدوله بتدعمها بشكل كبير جدا لانتاج الطاقه المتجدده، والاخشاب. صحيح. من قش الرز ده حاجه مميزه جدا. احنا عايز اقول لك ادينا انه في تحول زي ما شفنا في التقرير، الدوله المصريه مهتمه جدا بهذا الملف، وازاي تم تحويل هذه الانبعاثات اللي احنا بنشوفها وقش الرز لإضافة اقتصادية لاقتصادنا بشكل كبير.